هذه المجالس تحفظ لكم دين أبنائكم. هؤلاء الأبناء يعيشون في أجواء ملوثة، المدارس ملوثة، الصحف ملوث، المجتمع ملوث، كل شيء ملوث، حتى الهواء اللي يستنشقه ملوث، تلوث كامل. شلون نحفظ ذول الأبناء؟ إذا أردنا أن نحفظ أبناءنا فطريقه مجالس سيد الشهداء في كل بيت وفي كل مكان بقدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أردنا أن نحفظ إيماننا فطريقه سيد الشهداء، وإذا أردنا الأمان في الدنيا فطريقه سيد الشهداء، وإذا أردنا الأمان في الآخرة أيضا فطريقه سيد الشهداء.